جو جينج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا شباب في مرتين 100. ويلكم everybody. Before we go into review our BK the water one the new Hell of Heroes, I need to make an announce. اول حاجه شباب اليوم حيكون في بث مباشر طبعا على التويتش. خميسكم فله بلاش من اليوتيوب, نغير شويه تغييرات. فيا اتس جوينج تو بي اون الساعة 12, يكون الساعة 12 ان شاء الله على تويتش. اسيب لكم انا اللينك حق الرابط طبعا. اوكي نشوف بسرعة الريوردات الجديدة اللي نزلوها طبعا. come to us for the RTA and yeah the new season is just started. راح نلعب طبعا هناك RTA شوية بس نشوف اول شيء الريورد سريع. there we go, اعطونا دراجون للفايترز. هاي تقدروا تحصلوا على دراجون, شيء جميل والله حلو, افضل من الحصان اللي ادونا اياه. much better than the horse. Well, not bad. Looks cool, صح؟ بعد كده, خلينا نروح على طول على الليجنت. الليجنت, we can just see everything. وأهم حاجة طبعاً, الهامكولوس, الترانسموك حق الهامكولوس. Oh my god. إيش رأيكم؟ والله OP. Looks awesome. يلا dude. I need one. Yeah. I need one. يلا شباب, شدوا حيلكم. Yeah. شدوا حيلكم ان شاء الله نتحصل على السكن هذا, نتحصل على بني ادم هذا, يعني بني سكن ده نتحصل عليه اليوم. اعطيت السيزون ده عفوا. Yeah, alright, cut the crap, enough. Alright guys, we're gonna move on and test the PK the water one. فين نقدر نستخدمه وفين ضد ايش بالضبط؟ ممكن we can use him against Rakan, Guild War, or not just only Rakan, any masters with the buff. Right, so guild I think is gonna be fine. حلو حيكون في الجلد. Why? I will tell you why. Because his leader skills, it's HP, increase your HP. I think it 25 or 30, 40%. Not sure. Yeah, I forgot. سامحوني. هو قريب طبعا من التشيلينج. بيسرق حرامي. Can we use him in DP 10? Can we? We will see. السيت اب هذا طبعا أنا جربته قبل كده. Yeah, almost. But the damage it's not enough. بس احنا هنشوف وهنجرب ايش راح يسوي البربريان كينج ذا ووتر 1 في الدراجون بي 10. Alright, هذا السكيل حقه مع الاتاك والديفنس بريكس ضرب لنا 12. His build it's unbroken. I just any rune. I give him any rune صراحة. Tanky a little bit. ما بيسوي الدمج ذاك الخرافي يعني. الا انه طبعا اديته احجار مرة قوية. لك الساعة yes maybe otherwise nope. alright طبعا السكيل الأخير هنا بيضرب مرتين كل ضربة إنه فيها chance 75% إنه هو يسرق البوف اللي على الانمي. حلو. after that if the skills it's on cooldown حلو بي طبعا يزود السبيد حقه وغير كده بيهين نفسه 10%. not bad. Not bad. We did land defensive break. واستخدمه في وقت غلط. يعني احنا ممكن نسوي السبيد نخليه شوية بطيء او سريع على حسب. But the team it works. Fine fine. زبط التيم. Not bad. Not bad. جميل. Alright we did it for 1 minute و18 ثانية. عجبتني هذه المتساوية, عجبتني. اوكي وي سيل ذس وان. طيب يا شباب اديكم العافية, لا تنسوا اللايك سبسكرايب, نشوفكم على خير وبيس.